النهارده انا جاي اكلمكم عن قصه جميله جدا اسمها خرفان بانور. في كاتب فرنسي اسمه فرانسوا رابلي حكى قصه راجل اسمه بانور. الراجل ده كان في رحله بحريه على مركبه كده، تمام، ونفس السفينه دي كان عليها واحد. الراجل ده كان معاه شويه غنم اللي هو بيبيعهم موجودين على ظهر السفينه، بس دندونه ده كان راجل جشع قوي قوي، يعني راجل جشع فوق ما تتخيل كده، ما يفهمش يعني ايه رحمه. و الأديب الكبير رابليه ده اللي هو بيحكي لنا القصة دي بيقول إن هو أسوأ ما في هذا العصر هو غياب الإنسانية، يعني راجل ما عندوش ضمير ولا عنده قلب، ما بيدورش غير على الفلوس وبس، وإزاي إن هو يعمل أرباح والكلام ده. دندونه ده اتخانق مع بانورج اللي هو بطل القصة بتاعتنا دي، ويعني بهدله، شتمه بقى وشتيمة ويولود كذا ويولود كذا وحاجات ما تتقالش، مش هنقدر نقولها لكم هنا، ممكن لو حد جه على الخاص أبقى أقولها له. المهم راح اشترى منه اكبر خروف في القطيع اللي موجود عنده ده، واداله فلوس كتير كمان، يعني اداله فوق ثمنه، مش ثمنه بس، لا فوق ثمنه. فدندونه ده فرحان بقى، الراجل عبيط واشترى مني اجمد خروف عندي وخلاص. والناس واقفه بتتفرج، فدندونه ده يعني واقف بيتفرج ومذهول، شاف بانورج مسك الخروف اللي هو اشتراه وجرجره على ظهر السفينه وراح هوب رماه في الميه. فدندونه واقف يتفرج ايه اللي عمله المجنون ده. بعدها ب3 دقايق بالظبط الخرفان بدأوا خروف ورا خروف يجروا ينطوا في المية، لأن القائد بتاعهم اللي هو الكبير اللي كان موجود ده نط في المية، فكلهم بيمشوا وراه ويقلدوه. وهنا بقى كانت القصة الكبيرة، آخر خروف بينط في المية، فدندونه مسك في رجليه عشان يلحقه لأن دي فلوسه بتضيع قدام منه، راح الخروف خد دندونه نط في المية. فمن هنا بقى نكسب إيه؟ نكسب إن الخرفان جماعة بلا وعي أو إرادة وراء آراء وأفعال الآخرين. يعني إزاي إن عشان الخروف الكبير ده اترمى في المية فكلهم نطوا وراه. طبعا دي قصة تافهة محدش هيسمعها تاني، وما يعني أنا كنت بفكر إن أنا منشرهاش، بس لازم ننشر، هنعمل إيه؟ مجبرين، لنا الله. حاولوا بقى يعني ما تسمعوهاش كتير، أو تشيروها أو تشتركوا في القناة، يمكن في يوم من الأيام أقول حاجة كويسة ومفيدة. الله، أنتوا نصيبكم معايا بقى. السلام عليكم.